سرير بتقول لي معاد الشغل وأمير وبلاش تأخير قلت لها حاضر قايم بس مسقطة فوق إزاي قالت لي تشرب إيه قلت لها أنا أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي ونزلت سريع من البيت على الشغل عشان ألحق أتوبيس وطلعت ركبته في عز الحر دماغي طلبت تهييس خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوة بهدلة مرمطة فرهدة في الحر في نافوخ عملوا مفاجئ وقعدت احكي له على اللي حصل لي من ساعة ما صحيت قام قال لي كمان انا زيك ويا ريت ما كنت حكيت تشرب ايه اشرب شاي تشرب ايه اشرب شاي تشرب ايه اشرب شاي تشرب ايه اشرب شاي وطلعت عند خطيبتي اللي انا معاها طفح قديم بس خلاص كانت قربت اتجوز فاضل ست سنين اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي روحت البيت عشان مش قادر ونفسي انا بصبحيت ربنا بهتنا بجد انا تعبان أمي جت تسألني عاللي حصل ليه وازاي قلت لها ياما قبل ما اتكلم نص كلمة أنا عايز أشرب تشرب إيه أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي تشرب إيه أشرب شاي عايز أشرب شاي تشرب إيه